السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخلة الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: القرص أبو 40 قرش اللازم والضروري لكل إنسان فوق 40 سنة، وخصوصا حينما يعاني من الأمراض الآتية. لو حضرتك لا قدر الله عندك مرض من الأمراض الآتية، لابد أن تتناول هذا القرص بصفة يومية باستمرار. إيه الأمراض دي؟ عندك كوليسترول عالي، عندك دهون ثلاثية عالية، عندك ضغط مرتفع، عندك قلب، أمراض القلب والشرايين، عندك قرحة معدة، عندك مرض السكر اللي بيضيق الأوعية الدموية فبيمنع وصول الدم للأطراف، وبناء عليه بيقلل التئام الجروح، فهذا القرص ضروري جدا. أيضا لو حضرتك مدخن، سواء مدخن سجاير أو مدخن شيشة، وهناك إشاعة كبيرة إن تدخين الشيشة أقل ضررا من السجاير، دي إشاعة. ليه؟ لأن حجر الشيشة الواحد بيعادل من 20 ل 40 سيجارة حسب محيط الحجر. حجر قد إيه؟ في حجر صغير، في حجر كبير، وهل الحجر مليان قوي؟ وهل المعسل زغلول ولا قص؟ التدخين بيزود لزوجة الدم، سيجارة واحدة بتزود لزوجة الدم، وأعمل حلقة منفصلة عن التدخين. طيب أين القرص؟ القرص أهو، جوسبرين 81، جوسبرين 81 إنجليش، جوسبرين 81. طبعا حضراتكم هتلاحظوا حاجة، إن أنا كاتب لحماية القلب. ليه؟ لأن الناس دلوقتي دايخة على الاسبرين بروتكت، الاسبرين بروتكت، واللي صمم علبة الاسبرين بروتكت صممها بمنتهى الذكاء، وعمل فيها حاجة بتسمى في علم التسويق او علم النفس الارتباط الشرطي، جعل علبة وجا كاتب لحماية القلب. تمام؟ فبقى الناس البسيطة اللي في دول العالم الثالث زي حالتنا عايز العلبة اللي مكتوب عليها حماية قلب. تمام؟ طب هي مادة الأسبرين بروتكت ايه؟ أسيتايل سلسلك أسيد، وده أسيتايل سلسلك أسيد لتسهيل الدم ووصوله لكل أعضاء الجسم. تمام؟ يبقى إذن كلمة حماية القلب دي كلمة تسويقية، كلمة ارتباط شرطي. طب مميزات الجوسبرين ايه؟ اولا دواء مستورد من شركة جلفار، ادي حاجة. تاني حاجة الشريط بتاعه 20 قرص بتمانية جنيه، 20 قرص بتمانية جنيه. تمام؟ القرص ده ذو كسوة معوية، ذو كسوة معوية يعني انتريك كوت. طب يعني ايه ذو كسوة معوية يا عم الحاج؟ كلمنا بلغتنا. القرص ده مصمم صيدلانيا بتقنية تخلي القرص يمشي يعدي من المعدة، ما يفتحش في المعدة، ما يفتحش في المعدة، لذلك لا يؤذي مرضى قرحة المعدة. طب هيفتح فين؟ يفتح في الأمعاء ويمتص من الأمعاء، لذلك اسمه كسوة معوية نسبة للأمعاء، أو بالإنجليش انتريك كوت. يلزمك يوميا من هذا القرص، من هذا الدواء، قرص يوميا بعد الفطار، وتركيزه 81 ميلي جرام. في ناس بسيطة هتقول لك طب ما ناخد الريفو. أهو الريفو دي جرعة تسكين، جرعة تسكين، ولا بد أن يؤخذ بعد الأكل لتجنب قرحة المعدة. ليه؟ لأن ده أسيتايل سلسلك أسيد هينزل على المعدة، هيخرم الغشاء المخاطي
المبطن لجدار المعدة. الغشاء المخاطي ده هو اللي بيحمي المعدة من الإنزيمات والأحماض. لذلك احنا لما كنا في ابتدائي قال لك علل المعدة تهضم قطعة من اللحم ولا تهضم نفسها. الإجابة أن المعدة مكسوة أو مبطنة من الداخل بغشاء مخاطي أو ميوكس ممبرين زي المخاط بتاع الأنف كده، بس على جدار المعدة من الداخل هو ده اللي بيحميها. فحضرتك هتاخد قرص من ده فرضا خدته من غير أكل، هينزل يخرم جدار المعدة يتسبب في قرحة المعدة. بالإضافة إلى أن الريفو ده جرعته أو تركيزه كام؟ 320 ميلي جرام، يعني قد القرص ده أربع مرات، فور تايمز، أربع مرات، أنتم متخيلين؟ ولا يحمل كسوة معوية الريفو، لكن الجوسبرين يحمل كسوة معوية. فالناس اللي بتدور على الأسبرين بروتكت أهو، أقل سعراً، مستورد، أجود، جرعته أقل، يعني مش هيسيل الدم جامد. هيخش لي ناس يقول لك الأسبرين في أبحاث إنه ضار. لما مادة الرانيتيدين، لما مادة الرانيتيدين الـ FDA العالمية وجدت أنها مضرة بصحة البشر أو قد تكون مضرة، تم جمعها من جميع الصيدليات. أما مادة الأسبرين فهي بتصنع عالميا، فالأسبرين بروتكت ده شركة ألمانية، يعني أوروبا لو لقت إن الدواء ده مضر كانت وقفت إنتاجه تماما، زي ما الرانيتيدين الراني فوار والرانتيدين أقراص والزنتاج اتوقفوا. فالأسبرين هام وضروري، وما زال أساتذة كليات الطب يكتبون الأسبرين في وصفاتهم الطبية. احنا بس بنوفر الحل للأسبرين بروتكت، لان يوميا بيخش لي 50 واحد عايز أسبرين بروتكت، اهو حل اهو. بس اهم حاجة الشريط ده ساعات من سوء التخزين او سوء النقل بيرطب، القرص بيتنفش كده بيملى الفراغ، فلو جيت ترج المرطب ده ما بيشخللش. لكن علشان تتأكد امسكه كده، طالما لقيته مشخلل يبقى جاف وصالح للاستخدام. سعر الشريط 8 جنيه 20 قرص، يعني القرص ب 40 قرش. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، وبلاش ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.